السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم يا باشمهندس؟ مكملين مع بعض كورس الفوتوشوب المعماري، ودي المحاضرة اللي كله مستنيها، إزاي أطلع برودكت في معماري. النهاردة إن شاء الله نتعلم إزاي أخرج المشروع بتاعي رصاص، فقدر كله ركز معايا ويا رب يكون فهم الجزء اللي فات. لو في طبعا انا عارف يبقى في اسئله كتير وعامل حساب يعني، فان شاء الله زي ما قلنا يبقى في زوم ونتكلم مع بعض باذن الله. بس طبعا قبل ما اتعلم ازاي اظهر الرصاص لازم اتعلم ازاي اشتغل بالفرش. هنتعلم اول حاجه ازاي اظهر بالفرش. اول حاجه ده الايكون الخاص بالبرش تول، بيظهر عندي اول حاجه الاشكال دي الاول. في عندي انا اشكال تانيه ازاي بنزلها، باجي هنا من الترس ده واجي هنا على الود براشز، اجي على الفايل اللي انا هديهولكم اسمه 002 بلان بنسل، اضغط كده ولا عندي ثلاث فولدرات. اول فولدر هتلاقوا فيه ايه؟ هتلاقوا فيه ثينك ديزاين كذا يعني كذا حاجه هتلاقوا في كل. طب ازاي بقى بنزل الحاجه نفسها؟ افتحه كده بقف عليه وبعمل لود. طب بس انا منزله قبل كده مش هنزله لكم المره دي. في التفاصيل هتعمل كده. طب انا دلوقتي يا احمد هفتحه الاقيه فاضي ليه؟ ان انت نسيت تعمل يعني، لو انا شلت الفايل ده كده ده اللي جري اوكي رنجي. لو فتحت الفايل تاني كده بس بوريكوا اخطاء الناس هتقع فيها، فايه محدش يقع فيها ان شاء الله. نيجي هنا فكت نيجي على كيرز، نيجي لود براشز، نيجي هنا شايفين هنا مفيش فاضي خالص لان انا ايه شلت الفايل نفسه. فاحنا قبل ما انزل الفرش لازم افك ضغط كل الفرش الموجوده هنا، يعني كل حاجه موجوده في الفايل مضغوط كليك يمين واكستراكت فايل. تمام، نيجي بعد كده هنا في ميزان ننزل فرش جديده حاجه اسمها السايز والهاردنس. السايز واضحه جدا من اسمها ان انا ايه بتحكم في حجم الفرشه نفسها، كل ما زوده كان حجم جدا بيزيد معايا، شايف حجم كبير قوي ازاي. طب حاجه ثانيه ممكن اقلله ايه؟ بالدال والجيم. الجيم بتصغر والدال بتكبر، شايفين الجيم بتصغر والدال بتكبر. نيجي بعد كده ممكن طبعا احكم كمان من اكتب مثلا هنا 50 انتر. تمام، ممكن ده قلنا بالدال والجيم. في عندي حاجه ثانيه الهاردنس، نيجي هنا عشان نشوف الفرق بين الهاردنس. هنطلع ده خالص واعمل نيو لير، عشان دايما يا جماعه حاولوا تشتغلوا على اللير الجديد مش تشتغلوا عليه على الباك جراوند. لو كبرت الفرشه ده خالص جيت ايه على الهاردنس هاته 100% زي ما هو موجود كده وضغطت كده شايف الفرق. طب انا هاجي على 100% ده واخليه صفر في الهاردنس، شايف الفرق بين الاثنين. طبعا حاجه زي كده هو الجزء الشفاف ده ممكن استخدمه انا زي ما استخدمناه واحنا عشان نظبط الحواف بتاعت الصوره، هعمل مثلا ميرج لصورتين مع بعض او احاول اعمل دمج لصورتين مع بعض، فانا ممكن استخدم حاجه زي كده. تعالى ان شاء الله احنا مش شغالين مع بعض ايه فائدته يعني، والنهارده كمان تشوف في تطبيق واضح جدا ليه. بس اظن الناس فهمت ايه الفرق بين الهاردنس سواء 100% او الصفر. نيجي بعد كده نشوف الفرق بين الاوباستي والفلو. نقل شوية مكملين. الفرق بين الاوباستي والفلو، لو الاوباستي هنا 37، فلو ضغطت صغرت الفرشة شوية بالجيم واشتغلت كده هلون الجزء ده كده هخلي هذا 100% الجزء ده كده. شايفين مهما عدت عليه كذا مرة هو نفس الطول ما بيزيدش خالص. لو انا سبت الكليك خالص وضغطت تاني جيت عليه تاني هيبدا ما يختلف معايا التون. طب جيت تاني وضغطت تالت شايفين كل شويه ايه بيزيد معايا التون. طيب لو انا جيت على الايه على الفلو وقللت الفلو، الفلو معناها ايه؟ معناها هديك 100% من اللون. يعني لو انا جيت خليت ده كده 100% هي لون اسود، مهما رحت عليه هو لون اسود. طب انا قللت الفلو ضغطت حاجه زي كده، لما اجي اضغط كمان مره عليه شايفين الفرق بين الاثنين؟
حتى لو انا مش غلطت يعني، رحت كده وجيت عليه تاني، جيت عليه تاني، جيت عليه تاني، جيت عليه، مش انا كده ما سبتش كليك يعني. لو قلنا اللي فوق ده فهو هو الاوباست والفلو، لو انا ضغطت، لو انا ما سبتش، لو انا سبت الكليك فالاثنين نفس التاثير، اما لو انا ما سبتش الكليك فالاثنين ايه، مش نفس التاثير. الفلو ممكن اعيد على حاجه كذا مره، شايفين؟ ما سبتش الكليك خالص، بيغير معايا ايه التون نفسه، بيزيد قوي معايا. اما يعني قال له بس ونشوف افضل برضو هنا كده، شايفين؟ نعيد عليه كده مره، شايفين؟ زاد معايا. اما لو كنا قال هنا 100% وجينا هنا كده، مهما رحت وجيت هو نفس التون كده. فهمنا الفرق بين الاوباستي والفلو، نفس الحاجه اللي احنا عاملينه ده. في حاجه بقى، لما نزلنا الفرش هنا فرش زي دي كده، عايز اعمل سما مثلا، فاجي مثلا باللون الازرق كده وامشي كده، ممكن نعديه شويه عشان الناس تشوف شويه كده مثلا. ممل قوي صح التأثير ده، ازاي اخليه يتحرك يمين وشمال فوق وتحت وكده؟ اجي من هنا كده، لو مظهر عندكم يا جماعه من ويندو، هاتوا البراشز، فين البراشز؟ براشز بريست، تظهر عندكم الشكل ده. هاتوا البراش شيب اند دايناميك، هاتوا انجل، والكلمه اللي جابها لي مش عارف ايه الصراحه، جيتر اظن. المهم اخليها مثلا 50% مثلا، شوف مثلا فرق دلوقتي، شايفين؟ دي حاجة مهمة واحنا شغالين، هي عرفنا حاجة مهمة جدا. نرجع تاني للصفر. في برضو حاجة تنزلوها، برضو حاجة اسمها ايه؟ بريست، تول بريست، نزلوا الحاجة دي أو تفتحوها يعني من الويندو، لأن تشغلوها عشان نشتغل بقى دلوقتي. يمكن احنا شغلنا البراشز وشغلنا ليه تول بريست. نبدأ بقى ايه في الشغل فعلا، الشغل المعماري بقى. هفتح المشروع ده، طبعا انت هتزوروا برضه المشروع ده في كل مركز جدا، لان هو تاسك برضه من التاسكات اللي هتسلموها لي، هتزوروا المشروع ده تاني بالرصاص. هاجي بالبي دي اف ده، طبعا الفيديو الجاي ان شاء الله هنتعلم ازاي احول من كاد وانزله على الفوتوشوب، ادخله على الفوتوشوب. هفتح ده فايل جديد كده. طبعا يا جماعه ازاي انا اصلا بدخل فايل للفوتوشوب؟ اما اي صوره مثلا اسحبها كده، الصوره اسحبها كده وادخلها على الفوتوشوب واسيبها، اطلع من فايل واوبن. تمام، طبعا في كذا صورة بس ده يعني حاجة أساسية يعني، وإحنا إن شاء الله شغالين هنشوف كذا صورة، زي مثلا ننزل 15 صور مع بعض مثلا، هنشوف ده كله إحنا شغالين، بس ميجي وقت يعني. نفتح ونفتح الـ PDF ده، هسيبه هنا كده. أوكي، أساسا لما مش نزل أي حاجة، لا هو نزل، لو إحنا كبرنا هتلاقي، لاحظوا إيه؟ الفايل موجود. تمام، بس طبعا دلوقتي أنت خدت بالك هتلاقوه إيه؟ على الحواف جدا. عايزين نسيب حواليه سبيس كده، هاجي من ايمج كومفورت سايز، وهاجي هنا لو انا لغيت الريليتيف دي فده كده معناه هو بيقول لي كده الصفحه نفسها اللي انت عاملها 1357 في 1792. طب لو عملت الريليتيف يبقى كده هيقول لي، انا كده هقول له من فوق ومن تحت اعمل لي كذا من الويدث مثلا، هنا اقول مثلا اعمل لي ايه، يكفي مثلا 7 سم، فكده عمل لي من اليمين 3.5 ومن الشمال 3.5. طب الهاي، لا هاي ممكن اعليه اكتر، ممكن اخليه مثلا 12 سم، يبقى كده انا سبت من فوق 6 من تحت. عملنا اوكي، شايفين ده اصل الصوره، هنا 3.5 3.5 وهنا ايه 6 و6. اعمل نيو لاير، ممكن اخلي ده باللون الابيض، واخلي اوت باك سبيس وكنترول لوك باك سبيس عشان الون الباك جراوند دي كلها. قلنا اول واحده يبقى الت باك سبيس، تاني واحده كنترول باك سبيس، يبقى الت باك سبيس يبقى يديني ابيض، كنترول باك سبيس يديني احمر، فاني يعني ايه الت باك سبيس. بس كده احمر الصوره اختفت خالص، يبقى اللير ده كده، اللير 2 ده ننزله ايه تحت اللير ده، ونسمي اللير اللي فيه بلان ده، نضغط تو كليك عشان نغير اسم اللير يا جماعه، نضغط تو كليك عليه نسميه بلان. تمام، الخط رفيع جدا، ازاي ممكن اعليه؟ هاجي هنا كده واقف على الاف اكس ده واجي ستوك، شايفين لما انا عليته لازم اخلي دي سنتر يا جماعه، تبقى انسايد هتبوظ منكم لان تخليها سنتر، خلينا لون مثلا اسود. طبعا عشان احنا شغالين ناس مثلا شايفه مشاريع البلان نفسه لون ابيض، ممكن نخلي اللون اللي انا عايزه يعني، خليه احمر مثلا، شايفين؟ فانا شغال الاسود، خلي مثلا 2 كويس جدا، عايزين نخليه 3
مش مشكلة، خلي ثلاثة مثلا. انا كده اوضح معاك هو ازاي اعمل ستوك للبلان. عايزين اول حاجة طبيعي نعملها ايه؟ نسود الحوائط. نبدأ في تسويد الحوائط. هاجي كده من ايه؟ من ماجيك ويند. لازم اقف يا جماعة، ما ينفعش اقف هنا كده واضغط. الصورة كلها عملتها سيليكشن كلها، لا كنترول دي، اقف على اللي ستايل بلان عشان ابدا ايه اعمل سيليكشن. جيت هنا كده، هنا كده، وانا يا جماعه نسيت اعمل سليش على الجزء ده كده، وكملت خلاص وسويت. يعني عملت مثلا ايه، خلي ده لون اسود. عمل ما فيش يا جماعه، عمل على طول الت باك سبيس والون على طول، لا ده مش يفضل. تمام، افضل اعمل لير جديد واعمل ايه الت باك سبيس واعمل كنترول دي. ونسيت يا احمد ان انا اخد الجزء ده معايا، هعمل ايه؟ اقف على اللير 3 اللي انا ده مثلا هسميه وول. المشهد يا جماعه انا بشغل بحاول اوري الناس كلها الاخطاء بحيث ايه ما يقع فيا وبيعرفوا يتصرفوا. هاجي احمد هنقول بقى ابدا ايه اشتغل. اشتغلت كده، ايه الهبل ده، ما حصلش اي حاجه. كنترول دي. طب نعمل ايه؟ اقف على بلان تاني واجي هنا كده واشتغل هنا كده، اذا كاني من كان شغال من اول وجديد تاني يعني. بس بعد كده لما اجي الون بقى، لما اعمل الت باك سبيس مش هلون كده هنا، لا هقف على اللير بتاع الوول تاني واعمل ايه الت باك سبيس فيه. كنترول دي. تمام، فكده ايه التلوين ده والحواض دي بقت دخلت معايا كمان في اللي هو ايه، لو يعني لغيتها كده شايفين كده فهمت السلكشن. طيب انا في حاجه زي ده هنا كده ازاي ممكن نشيلها؟ في كذا طريقه، اما من اول خالص ممكن بعمل سلكشن ممكن اضيف معايا وانا شغال هنا، اضيف معايا الجزء ده كده والجزء ده. انا رجعت يا جماعه كده خطوه عشان بس اللي مش خد باله. نيجي بقى ايه باللي هو الريكتانجل ونخليها يماينص منه او يمسح منه. نيجي هنا كده ده كده شايفين قفل معايا لوحده. نفس الكلام برضه اجي هنا كده كده عند الشباك ده برضه بس كده تمام. اقف بقى على اللير 3 ده لو هو مش موجود اصلا ممكن امسحه طبعا، واعمل نيو لير جديد واسميه وول، واقف عليه واعمل ايه اسود فيه بقى الت باك سبيس وانا فيه كنترول دي. احنا شايفين كده. طيب كده سوينا الحوائط 100 100. نبدا بقى ايه نشتغل شويه في الباك جراوند، شكلها مش ظريف كده خالص، هو لونها ابيض كده. اول حاجه في عندنا صوره كده في الفايل نفسه، نسحبها كده معانا. تمام، مثلا شعر رصاص دي الوان ينفع اسيبها كده؟ لا، مثلا لمس افكت واحد بس من الجسم اللير النهارده اللي هو بلاك اند وايت. نيجي هنا على الفايل نفسه، نيجي كده اجي على بلاك اند وايت كده كده بلاك اند وايت. بس طبعا يا جماعه لو حد خد باله ان هنا ده كده التاثير يبقى على باقي المشروع كله، لا انا عايزه بس يبقى التاثير كله على ايه؟ على الصوره دي بس. فاكرين الكليبنج؟ ده الكليبنج في الادجستمنت لاير. فضغطت هنا كده يبقى كده بعمل ايه كليبنج للفايل ده لوحده. فكده ممكن اسحب يعني اخد في واحد بقى خلاص. طب هسيب الصوره دي كده بقى، لازم احطها تحت البلان. واحد يعمل كده، طب ايه اللي حصل دلوقتي؟ كده الكليبنج بقى على المشروع كله، لان انا سحبت الكليبنج. فالمفروض وانا بسحب اعمل ايه؟ اخد ده معايا، دول مع بعض كده اسحبهم معايا ايه؟ معايا تحت. طبعا ده فوق اللير 2، ممكن بقى امسح خالص او اسيب اللير 2 وانزل تحت خالص. وابدا ايه بقى؟ احط البلاك اند وايت واللير بتاع البيبر في جروب، واخد كليك واسميه مثلا باك جراوند. ممكن اخلي اقلل الاوبستي بتاعته شويه لان شايف الاوبستي بتاعته عاليه جدا.
تماما اول حاجه. نيجي بقى كده، عايزين بقى نبدا ايه، نحط تون شويه للايه، للجزء الموجود ده. تعالى بقى هنا حاجه اسمها ايه، او اتعلمناها اصلا قبل كده، هو كليبنج. اول حاجه هقف على البلان، هاجي على الماجيك كوينت واضغط كده، كمان سيليشن للايه، للجزء الخارجي، هعمله فلير جديد. المهم مثلا هخلي ده لون ابيض، واعمل ايه، مش لازم اعمل يعني، ممكن اسمي ده لون جديد كده والونه بس كده، كده يبقى لونه ابيض. ده يفضل، انا مش بفضله جدا يعني، فاكفين ان انا عملت لير جديد كده. زي ما قلنا يا جماعه ان الفوتوشوب بيفهم اما لير ويفهم سيليكشن، فكده لما اجي الون اصلا بالفرشه بتاعتي مثلا ده كده، اوكي نيو لير، الابيض اضرم فالنعم الاسود، مهما انا حاولت الون هنا مش هيلون معايا، عشان ده سيليكشن. بس طبعا ده مش افضل طريقه خالص يعني. انا هعمل ايه؟ الكلام بتاعه خالص، هاجي في لير 3 دي وهنطلعها فوق، بسيبها فوق كده، ممكن اعملها اوت باك سبيس، كنترول دي، واعمل فوقها نيو لير وابدا الون في النيو لير ده. نيجي مثلا هنا على خليها ايه دايناميك، ونشغل الزوايا فيه، نكبرها شويه ونبدا ايه، هذا لون اسود، كده مثلا. بعد كده طبعا لون صعب جدا، ممكن بس طبعا ده كده ايه، مثلا عملت هنا كده وعملت هنا كده وعملت هنا كده، هسيبها كده مثلا. ده يا احمد دخل جوه بوظ المشروع دلوقتي. لا احنا قلنا نعمل كليبنج، مش احنا عاملين لير 3 ده اللون الابيض، لو انت خدت بالكم من هنا اللون الابيض ده النص هنا فاضي، فلما اعمل كليبنج ادخل جوه المشروع بس، ادخل جوه الايه الشكل الخارجي ده بس. يا رب الناس تبقى فهمت الكليبنج. هات العيله تاني عشان ده اهم حاجه بالنسبه لي، نعمل مياه المشروع كله اصلا اللي هو كليبنج ده. لو انا يا جماعه الكليبنج عباره عن ايه؟ لو انا عندي ريكتانجل كده مثلا لون اسود، وجبت اي حاجه مثلا صوره زي كنا شغالين عليها من شويه، ده مثلا موناليزا دي مثلا، حطيناها هنا كده، عملنا كليبنج، فالصورة تدخل جوه ليه؟ المربع ده بس او المستطيل ده بس. ده نفس الفكرة هنستخدم، احنا هنعمل الفرش في كل حتة، بس انا في حتة هلونها اللي هي الجزء اللي بره ده هلونه، بحيث لما اعمل كليبنج يدخل فيه لوحده، ما يدخلش في اي حاجة تاني. فهمت الفكرة في ايه؟ فنبدأ كده، نيجي على اللي هي بتاع البلان، نيجي على الماجيك، نضغط كده، كان عامل سيليكشن للجزء كله، اعمل نيو لير، طبعا هخلي ده لون ابيض عشان الونه، الت باك سبيس. طبعا حد يقول كده ان انا هضيع التكشر اللي بره، لا انا اصلا بقى كده هقلل الاوباستي فالتكشر تظهر معايا. فانا كده عملت اللون الابيض ده هنا، هعمل كنترول دي عشان اغسل سيليكشن، هعمل نيو لير، هجيب البراش تول، طيب فرشة اوجه هنا على على البراش هنا، واجي على الايه على الشيب دايناميك، وعلي الانجل شويه، وابدا ايه اخلي ده لون اسود، وابدا اعمل كده حاجه زي كده مثلا، مثلا اي حاجه مهما باظ منك مش هتقلق يعني. كده عملنا ايه الايفكت ده. هعمل بقى كده ايه اللي اربعه ده، هو ده اللي فيه الفرشه، واللي التلاته اللي انتوا شايفين هتلاقوا فيه الايه، في السليكشن اللي انا عامله. هعمل الت واضغط كده، شايفين كل حاجه دخلت جوه الايه سليكشن بس. طبعا سليكشن عالي جدا، فممكن اعمل ده كده في جروب، ممكن اسميه مثلا اي واحد، او ممكن اسميه باك جراوند، فباك جراوند 2 اسميه قبل كده باك جراوند، باك 2، ممكن اقلله بس فاتها جدا،
يكفي جدا كده. نيجي بقى، شايفين التكستشر ظهر معايا هنا كده على الورق اللي في الظهر. نيجي بقى لحاجة أهم، عايزين نبدأ بقى ايه ننسى المشروع من جوه. هنشتغل هنا يا جماعة بالايه؟ بالتولو بريست. فكله لازم زي ما قلنا، كله لازم انزلها الأول، أو لازم يفعله من هنا كده من ويندو، يشتغل تولو بريست. ينزل عنده هنا كده، نقف على البلان تاني وبالماجيك. طب ليه يا جماعه الشكل هنا زائد؟ نشغل ايه كابس لوك، اشيله عشان ايه يشتغل معايا الحاجه دي. حلت كده كل اللي احنا عايزينه. شفنا يا جماعه هنا ايه سيليكشن اند ميل. حاضر، هو المفروض اضغط هنا كده يظهر عندي الشكل، بس في مشكله هنا، نشوفها بعدين المره الجايه او حلها واقول لكم المره الجايه. بس هنا كده عرفنا ازاي نعمل سيليكشن. طب ممكن طبعا نتاكد بطريقه من هنا برضو كده كده، نفس الجزء اللي مش معمول عليه سيليكشن والجزء اللي معمول عليه سيليكشن، الجزء الابيض ده كده الشغل بتاعي تمام. ارجع تاني هعمل نيو لاير ليها برضو، ممكن برضو ايه ادي لون ابيض مثلا او اي حاجه. طبعا واحد برضو اذكى ممكن يقف على بس طبعا الجزء الفاضل خلينا هنا افضل. الت باك سبيس، اعمل هنا ليه الجزء الابيض ده. طبعا في واحد بقى مش فاضل الكلام ده كله، فممكن يعمل ايه على طول؟ هو عامل سيليكشن كده، عامل لير جديده وعلى طول جاب هنا تول بريست، جاب مثلا اي واحده، جاب ده كده وده يعمل ايه. حاضر كويس قوي دي، حلو قوي دي. نبدا نعمل ايه كبر فرشه شويه وادي يدي تون كده ليه للمشروع بتاعه. بعد كده صغر البرش شويه وده يعمل ايه للحوايط نفسها كده، يعلي التون شويه. كويس جدا. طيب يا جماعه انا بشتغل بسرعه، المفروض شغل يبقى ادق من كده، بس عشان بس الوقت مش هتنى شاف تفصيله في الاخر اديكم في فيديو ساعه. طبعا اقلل بس بتاعته شويه عشان حاسه بس عاليه شويه. تمام جدا كده، كنترول دي عشان اغير سيلكشن. فهو انا دلوقتي اشتغلت من غير ما ايه اعمل كريبنج. انا بان عامل سيلكشن اصلا الفوتوشوب بيفهم سيلكشن، فانا مهما اشتغلت مش هيشتغل في جوه سيلكشن بس. تمام، في طريقتين يعني، اما اعمل كريبنج زي ما عملنا في الباك جراوند، او ان انا ايه اعمل سيليكشن وادخل جوه ايه؟ جوه المشروع نفسه. في عندي بعد كده الشمس جايه من هنا صح؟ فازاي بقى ايه لو واحد بقى يفكر كله يقف هنا، ازاي ممكن اظهر الشمس يا جماعه؟ كل واقف يفكر ازاي ممكن اظهر الشمس؟ نكمل. واحنا واقفين على اللير بتاع ليه؟ لير 5 اللي هو فيه ليه الخلفيه دي. هعمل نيو لير، او مش هعمل نيو لير، هعمل ماسك على طول. باجي هنا كده 45 درجه تقريبا بعينيا كده، هاجي باللون الاسود، باجي بالبراش تول واجيب اللي هي الايه الهارد مفتاحها صفر واكبره جدا وابدا ايه بقى شايفين ده، قللت الايه قللت اللون شويه كنترول دي شايفين. بس طبعا تقول لي يا احمد طب ده شكله وحش قوي، ازاي ممكن احل الموضوع في الجنب ده؟ طبعا كنترول زد وانا شغال هنا بقى لسه في الدي، ممكن ابدا ايه ابدا باللون الابيض وابدا ايه الجناب هنا بس ابدا ايه كنترول دي عشان ممكن تظهر اكتر شويه، ممكن برضه اقللها تاني كنترول زد وابدا ايه كنترول دي شايفين. في ناس بتحب الباستيلات ظهر جدا معاها هي وزوج كل واحد، لو برضه احنا واقفين برضه عليه
على الماسك هنا، ده هخليه واضح جدا. اما ده البراش تول كان لون اسود، كنترول دي. في ناس حابه الايفكت ده وفي ناس حابه الايفكت ده، حسب كل واحد شايف ايه. بس غير الايفكت ده بالنسبه لي يبقى افضل دلوقتي من الايفكت ده، عشان برده في كل شباك هنا برده. ممكن نعمل شادو للحوائط، نيجي على الوول من اف اكس برضو دروب شادو. ممكن نخلي بزاوية 45 هنا كده، الضوء جاي من هنا كده كده 45 كده. ممكن نقلل الباست شوية، ممكن الديستانس شكلها كويس جدا، سبريد الانتشار نفسه ممكن نقلله شوية، في السايز فيها طبعا ممكن نكبر السايز، ممكن حد يقلله شايف كده كويس جدا. ممكن نقلل شوية الباستي، اوكي كده يا جماعة البلان. طبعا ممكن نشتغل بقى في شغل اكتر من كده، ممكن نكتب كلمة بس فوق كده. طبعا هتلاقي تطبيق الورشة اصلا موجود على اليوتيوب، تكست مثلا هنا ده ممكن كاتب بلان فيلا. كان عندي خط اسمه اركتكتشر، ممكن اخليه اوكي نبلاد. طبعا التكست ده ليه اللي وقته برضه، بس ايه يعني الناس تعرف بس ازاي بكتب. اما اجي هنا كده واضغط كده واكتب، لو التكشر كبير يعني ممكن اقلله من هنا كده. اظن ده زي الوورد وزي الباوربوينت، مش مثال انا اشرح فيه كتير يعني. واقلل الخط عادي براحتي، في يعني طبعا ده يبقى في النص مثلا، او في مثلا عايز اعمل كلام معين هنا كده مثلا، ممكن ادخل مثلا على ليه على اي حاجة وابدأ اكتب منها اي حاجة، مثلا اكتب من هنا اي حاجة كده لان اخبط كده اي حاجة. المفروض طبعا اعمل ديسكريبشن للبلان، بس طبعا مفيش وقت. ف مثلا ممكن نيجي على اليمين هنا ونصغر اكتر كمان شوية، ممكن بقى ابدأ اكتب بقى حاجات كتير او كده وابدأ ايه حطها هنا كده. طبعا عذرا يا جماعه لو انا بكتبها هبل كده، حط هنا كده. ممكن بقى هنا ايه، احنا يا جماعه نازلين برضو الفرش، كنا منزلين اسهم معانا، نيجي هنا كده كاوزر باش من كده على الاسهم اللي احنا عاملينها. ممكن مثلا اجيب سهم زي ده كده، يا جماعه مش هتشتغل ليه يا جماعه؟ نوقف على اللير بتاع التكست، فاعمل نيو لير جديده وابدا ايه اللي مش هتقدر يظهر يكبر معايا يا جماعة، إن أنا مشغل كابس لوك ألغيه ده كده، واحد هنا كده، واحد هنا كده، واحد هنا كده. ده كده عملنا إيه؟ أول إخراج معانا للمشروع. أنا طبعا ممكن أشتغل أكتر من كده بالتفصيل كتير أوي بقى ويطلع شكله أفضل من كده بكتير، بس أنا بتكلم الناس فهمت الكونسبت، فهمت إزاي أشتغل بالرصاص، فهمت إزاي أشتغل بالتول بريست، فاهم إزاي ممكن أعمل ظل. في طبعا واحد أذكى بقى، او واحد مش حوار اذكى، واحد مثلا يا احمد انا مش عاجبني الفكر بتاعك، انا ليه اعمل بال يعني قلنا نعمل هنا ماسك للجزء ده، انا ممكن اعمل ايه؟ هتيجي تاني نيو لاير جديد خالص، نيو لاير وجه هنا بالبوليجوليسو تول، وجه هنا كده هنا كده اعمل كده، وجه هنا باللون الابيض اعمل الت باك سبيس تمام، ما كان قلل الايه لو بس بتاعته خالص كنترول دي، شايفين نفس التأثير بالظبط.
رحت بقى يعني ابداع، عرفت ان المشكله مش بتكمن ان انا مش عارف اللي مش هياكلها، تكمن ان انا افكر ازاي ابقى عندي كرياتيفيتي في اي حاجه انا بعملها. ما يكون الشرح واضح جدا، وان شاء الله الى لقاء اخر ان شاء الله في الكورس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، شكرا.